اليوم الثامن. مرحبا بك عزيزي المشاهد، وأهلا وسهلا بك في إطلالة وحلقة جديدة من هذه الأيام الخالدة في أنوار السحر، في هذه اللحظات التي تشع نورا إلهيا ربانيا محمديا يلتصق الإنسان بها بالله سبحانه وتعالى تضرعا خيفة ورحمة وطمعا، فهي ليالي الله سبحانه وتعالى التي يجزي بها عظيم العطاء. وأيضا في هذه اللحظات يتجاوز الله سبحانه وتعالى من عبده المؤمن التقي الورع عن كثير من أخطائه. ولذلك الإنسان يجب أن يكون على التساق تام ووفي لهذه اللحظات، لأنها لو ولت فلن تعود أبدا إطلاقا. هذا اليوم مر، وما أدراك أن اليوم القادم قادم، قد يكون قادم إلى غيرك ولن يكون لك فيه نصيب ولن يكون فيه لك رزق، وبالتالي عليك أن تستغل هذه اللحظات حتى لا تعيش لحظات القبر وتلك الضنكة التي يعاني منها الإنسان وهو تتلى عليه بعضا من صحائفه، وفي تلك اللحظة يقول آه يا ليتني كنت في تلك الليالي صائما محتسبا إلى الله سبحانه وتعالى، آه لو كنت فعلت كذا وكذا وكذا، آه ثم آه لو لم أكن انشغلت في هذه الليالي بأمور أخرى. وفي تلك اللحظة حيث لا ينفع الندم الإنسان سيكون أمه هاوية. ولهذا لهذه اللحظات هناك قول الرسول العظيم عليه الصلاة وعلى آله السلام، يقول بأن الإنسان عندما يكون في القبر يستمع إلى دعاء أهله ويحس به، فما دامهم موجودون فوق ترابه فإنه يحس بشيء من الأمان، كلما كثر الأحبة كلما حس بهم، ولكنه يحس عندما تذهب خطواتهم. تصوروا هذه اللحظات، أنت تحت القبر، ساعة يبقون، ساعتين بعد أن رموا التراب على جسدك، ثلاث ساعات في أقصى حد، ثم يذهب البعيدين ثم الأقرب ثم يبقى الأبناء أو الزوجة، فيأتي البعض ويحملها من كتفها أو يحمله من كتفه لابن أو أخ أو صديق أو أب، وبالتالي تسمع تلك الخطوات تذهب عنك خطوة قوية، ثلاث خطوات، ثم تقل ضعفا إلى أن تتلاشى وتبقى أنت وحدك مع عملك بين ملكي الموت في ليلة الوحشة. هنا ستواجه مصيرك، هنا ستعرف ما قدمت، وهنا ستعرف ما ضيعت، وكثيرا ما ضيعت، وما أكثر ما ضيعنا. ولكن هذه الليالي قد يكون للإنسان فيه عودة أو كرما إلهيا بأن يستجيب لدعائك في لحظة تجل، في لحظة التساق، في لحظة مغفرة. قد تتخلص من أدران عظيمة قد تواجهها بدون هذه الليالي كانت ستأتيك كاملة واضحة أمامك أمام عينيك لتقول لك هاتك، هذا هو ما قدمت في دنياك فخذها، كان خيرا فهنيئا لك، وإن كان شرا
فتحسن لك. فلتكن أيامنا ولتكن ساعاتنا ولتكن لحظاتنا في القبر لحظات فيها شيء من الرضا، لأن السعيد السعيد من مرت عليه تلك الساعات عندما يدفن وهو يواجه ملكي الموت وهم أشداء، يعني يمتازون بوجه غليظ عفوا. وبذلك من أجل هذه اللحظات فكروا معي، عيشوا معي، تخيلوا معي هذه اللحظات. ستدفن أنت وسأدفن أنا وسيدفن الناس جميعا، ملايين عفوا مليارات البشر مروا على هذه الأرض وكلهم ذهبوا وأصبحوا أديم هذه الأرض من أجسادهم، وبقى العظام وتهشم العظام. فأنت خيرا لست بخير منهم، فحتما سيكون مصيرك كمصيرهم. أين العظماء؟ أين الجبابرة؟ أين الأنبياء؟ أين الأتقياء؟ أين المجرمين؟ أين السفاحين؟ أين السفلة؟ أين الدكتاتوريات؟ أين أولئك الذين قتلوا الملايين وذبحوا الملايين؟ أين أولئك الذين تفننوا في تعذيب الناس؟ تذكروا كل هؤلاء الناس، إنهم الآن أمام بارئهم عراة، ليس جسدا بل عراة أمام الله يرى كل ما فعلوا. لحظات عظيمة، تخيلوها، عيشوها، كونوا فيها، والله ستخرجون بنتيجة عظيمة. سترعبون قليلا ولكنكم ستفرحون، ستكونوا مرعوبين من الحال التي يكون عليها الإنسان تحت القبر، ولكن سرعان ما تقول الله لقد أكرمني الله سبحانه وتعالى بأن عشت إلى هذه الليالي وإلى رمضان هذا لكي أتخلص من تلك الأدران، وأعاهد الله مخلصا له أنني لن أفعل كذا أو كذا أو كذا أو كذا. اللهم ساعدني وشد من أزري حتى أتخلص من الموبقات كذا. من يحتس الخمر والعياذ بالله، هذه فرصة، سيكون هذا الخمر وقودا تكوى بها جباهك وجبينك وكل شيء، ستشربها ثم تحترق بها. هذا الإنسان الذي يحتس الخمر هي فرصة له أن يتخلص ويعاهد الله، اللهم لن أفعلها مرة أخرى، وسيغفر الله له كل ما حصل في السابق. والإنسان السيء الذي يمارس الموبقات والزنا عفوا وغيرها، مرت بضعف، بقوة، باستهتار، بقلة عقل، بقلة إيمان، بأي شيء، فرصة ليفرح ويقول الله سبحان الله حقق لي شيء بأن الآن عندي فرصة. تخيل القبر، تخيل الصورة التي قلتها لك، ويعاهد الله ويصلي ركعتين. أنا لست برجل دين، وعمري ما كنت واعظ، ولا كنت رجل دين، ولن أكون رجل دين، يعني أنا رجل تاريخ، رجل أكاديمي، رجل علم، رجل جامعة، ولكنني أيضا إنسان ومؤمن ومسلم، يعني أفارض، يعني أمارس الفرائض وأهدي إلى الصراط المستقيم، ليس كرجل دين، كإنسان يعني. ولذلك الإنسان يجب أن يستفيد، يعني تلاحظون في القرآن الكريم هنالك سورة لقمان الحكيم، ولقمان ليس نبي، شوف الله سبحانه وتعالى أعطى سورة الحكمة، الحكمة هو وضع الشيء في نصابه أو قول الكلام بحقه. هذه ومن أوتي الحكمة فقد أوتي شيئا عظيما يعني. ولهذا شوف الحكمة ما قال سورة فلان، الحكمة سورة الحكمة أعطاها إلى لقمان، وهي معتباطة، يعني إن الموعظة الحسنة والإرشاد الحياتي والديني
في أغلب الحين لا الأحيان لا يكون من رجل الدين. رجل الدين المحترف اعتاد قد يكون هذا عنده نفس يكلمه يا بتوب ترى الله أنت تمر عليك أنه محفوظة يعني. بعض الأحيان لا تحس بها، بعض الأحيان هو الرجل اعتادها يعني جزء من عمله وجزء من حياته يعني. والبقة حول وجهي تسير، هاي واحدة من آيات الله سبحانه وتعالى. هذا البعوض والبق يعني الآن أتعبتني كثيرا، ولكن هي آية من آيات الله يعني. البعوضة هذه سنتحدث عنها الآن، مرت على أمامي وأزعجتني، ولكن تذكرت آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فأقول قبل أن أتكلم عن البعوض، لنعود إلى تلك اللحظات. والبقة بدأت تقرصني كثيرا طبعا، وهذه أيضا إشارة ربانية وفيها آية كبيرة من الله سبحانه وتعالى. شوفوا بإذن الله ذهبت هذه البقة الآن يعني. وبالتالي الآن هذه لحظات أخوان الإنسان يجب أن يكون بها قريب من الله سبحانه وتعالى. لحظات والله العظيم ما راح تصادفه. من قال لك انت با يعني انت با من سنة له حتى عمرك 20 سنة تشاهدون الناس التي والشباب التي تفارق الحياة بالسكتة القلبية وبالسكر وبغيرها وبالكانسر السرطان والعياذ بالله بعيد عنكم، وحوادث الطرق والعياذ بالله إرهاب وغيرها. الإنسان ليس مؤمن وليس آمن يعني، ولهذا لا يتصور البعض أنه معود أن عمر 20 سنة عمر 30 سنة عمر 40 سنة والحمد لله ما كل شيء أنا رياض الله. كثير من الناس الذين غادرونا هم من الأصحاء. في كورونا ذهب أكثر الناس صحة يعني. وما أدراك قد يأتي وباء جديد، مش بدريك يعني. والآن دي يتحدثون يعني، وما شاء الله الرأسمالية لا يمكن أبدا إطلاقا أن تستكين إلا بوجود أوبئة أو حروب. والآن الأمريكان في حالة حرب مع الصين ومع روسيا وغيرها، وهذه الدولة الرأسمالية المجرمة يعني بالتأكيد لن تعيش لفترة طويلة. هي زاد بعمرها، كان ممكن أن تسقط نهاية القرن الماضي الرأسمالية، ولكنه الحروب أطالت بعمرها. لذلك هم سيخلقون حربا جديدة أو يخلقون وباء جديدا، وستتجدد الرأسمالية لأنه بي مصانع وبي أدوية وغيرها وأشياء وخضوع الإنسان وأشياء كثيرة واستخدام أقل النفط وغيرها، وبالتالي تؤدي إلى نتائج وخيمة جدا قد تؤدي إلى إطالة عمر الرأسمالية الأمريكية وغيرها. ما أدراك، هؤلاء الناس لا يفكرون بالإنسان والبشر، هؤلاء الناس يفكرون بأزمة وكيف يستفيدوا منها، ثم يفكرون بحلها كما يستفيدون منها. يعني أمريكا استفادت كثيرا من قضية كورونا يعني، وبعد ذلك استفادوا أكثر، ولكن هو نهاية، هذه حتمية التاريخ، ستظهر هنالك دول أخرى. ولهذا أقول الإنسان ليس يعني بأمان إذا كان هو قوي لا سكر ولا كذا ولا ضغط ولا سرطان والعياذ بالله ولا أي شيء. فش بدريك يعني، ش بدريك بأي لحظة تحصل حرب أو أي شيء أو طائرة أنت أو أي شيء، والعياذ بعيد عنكم إن شاء الله. فالقصد الإنسان ليس بآمن. اللحظة الوحيدة هي أنك الآن، أنك الآن حي ترزق وبصحة جيدة، وهنالك أيام في رمضان تصومها وتكون بها، استغلها يا أخي. أنت تستغل أي شيء، تستغل وجبة طعام، تستغل شنو، تستغل قاعدة تشوف لك فيلم، كلها استغلها وشيء جميل يعني. ولكن استغل الشيء الأعظم، وهو أنه وهي تجارة. هل أدلكم على تجارة؟ الإيمان بالله والتقرب إلى الله تجارة، وأعظم تجارة
انت شنو التجاره؟ تسوي تجاره تربح لك مليون مليونين 10 ملايين مليار تريليون كادريليون، بعدين يروح اما للحكومه او لابنائك او لاعدائك او لغيرها، تروح تجارتك كلها تبور. التجاره الوحيده التي تبقى هي تجارتك ويا الله سبحانه وتعالى. يعني هذا مو حكي دين اخوان، انا احكي حكي الان طبيعي، انا انسان طبيعي. مو كنا احنا نشتغل تجاره؟ مو ندرس 20 سنه 30 سنه يعني ما نخلص 40 سنه احنا قرينا؟ يعني مو على مود ناخذ شهاده معينه وبعدين ناخذ موقع معين وبعدين ناخذ وظيفه معينه وبعدين راتبنا يكون كذا وبعدين تقاعدنا كذا؟ مو صح يعني؟ خلاص 40 سنه احنا اشتغلنا على مود نطلع تقاعد راتب معين وهذا وبعدين تموت. يعني كل اللي اشتغلته ب 40 سنه على مود 20 سنه تعيش بها، مو اكثر يعني، او تعيش بها بعض ابنائك. لكن هذه التجاره تنفعك الدهر كله، وهي تجاره شلون مربحه يعني عظيمه، لحظات ليالي تستغلها انت وانت قاعد ببيتك وانت قاعد ويجيك المحمر والمشمر على قولتهم المصريين والاشياء الجميله والطيبه وانت في ليالي السحر وتتوجه الى الله سبحانه وتعالى وانت في امان في بيتك امن من الحر والبرد ومن الحرب ومن الدمار ومن الكوارث، قاعد امين. شنو بعد اللي عاد خطي هذول الكوارث ومع ذلك يدعون ويصومون؟ كلام له ابعاد كثيره، ساكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيز المشاهد مره اخرى. قلنا قبل الفاصل عن اللحظات التي يجب ان يحرص الانسان على استغلالها وان يبني تجاره لا تبور، كما يسعى الكثير من البشر ان يبنون تاريخا من وهن، البعض يريد ان يخلد بماله والبعض يريد ان يخلد باسمه والبعض يريد يخلد بافعاله، وخلد البعض، خلد البعض بسوءه. معاويه الان مخلد، ولكن مخلد بماذا؟ يزيد مخلد، ولكن مخلد بماذا؟ وغيره، أبو لهب مخلد، لكن مخلد بماذا؟ علي مخلد، والحسين مخلد، وهكذا يعني. فإذا كنت تريد التخليد فنعم هنالك طرق كثيرة، من يخلد بالسوء ومن يخلد بالخير. ولهذا كثير من الناس يحاولون أن يخلدوا في هذه اللحظات أو في هذه الدنيا، ولذلك تلاحظهم هم حريصون على أن يمتلكوا بعض الأشياء التي تقنع الناس وبالتالي يحملون شعبية معينة، لا يتصورون بأن هذه الشعبية قد تكون عليه وبالا وسينتهي كل لذتها بمجرد وفاته، وستكون هذه اللذة وستكون هذه الشعبية ما هي إلا سنة سيئة سيكوى بها بالمستقبل، الذي يسن سنة سيئة ستكون وبالا عليه في الدنيا والآخرة، والذي يسن سنة خيرة ستكون له خيرا في الدنيا والآخرة. ولهذا فنسعى أن نخلد بالخير، ما عندما يموت المرء انقطع إلا من ثلاث، يعني من ضمنها علم ينتفع به ومال يعني وأيضا ولد صالح يدعو له يعني. فكون يعني من أولا من باب أما مال تترك للناس فيه خير أو تترك علم الناس تستفيد منه ويكون، والعلم مو بالضرورة كتاب، قد يكون موعظة حسنة، قد يكون كلمة طيبة، قد يكون موقف يخلد. وأحرص على أن تختار زوجة طيبة تلد لك أبناء طيبين وراعين ومؤمنين يتربون في بيت صالح، هؤلاء الأبناء سيدعون لك. قال الرسول إياكم وخضراء الدمن، يعني ما تأخذك الحمراء والخضراء والصفراء، بالتأكيد هنالك أشياء كثيرة. الإنسان إذا أكرم الله امرئ أعطاه زوجة صالحة، لا يوجد على الأرض أبدا إطلاق النعمة
ورزق وجمال أكثر من الزوجة الصالحة. إذا نظرت إليه سرته، إذا غاب عنها حافظته، وإذا أمرها طاعته، وإذا يعني أكو أجر من هاي الشغلة. يعني ما أعتقد أكو إنسان يحلم بأكثر من امرأة جميلة معه، لطيفة، بزعة، بلقة، البزعة والبلقة، وملقة وبزعة، الملقة يعني اللي يعني تحب تداعب وهذا، وتجي وتتمضحك وتخطق فيك وهذا. ملاقة، شو راح نقول ملق، ملقة. شوف ذلك البنات الصغيرات يسموهم ملاقات، هن ملقات بالعربية. ملقة يعني تجي تضحك عليها، ها بابا شنو وسوي ملاعيب وهذا، ويتحبب نفسها. الله يحبها، إن الله يحب الملقة البزعة، البزعة الحركة اللطيفة، تسوي شغلة بالبيت وابتسامتها وضحكتها، هذه بزعة. والملقة الملاقة يعني هذا المتملق، يعني مو متملقة، لا يعني تطخطخ رجلها اليوم شبيك وتطخها ومن شنو يلا جيب هذا، يعني هيك في الأشياء حلوة لطيفة مرحة حركة. وبالتالي هذه إن الله يحبها، هاي هي يعني هذه المرأة هكذا. يعني الله يقول لك إن الله يحب الملقة البزعة. الحصان، الحصان على غيره، يعني محصنة على غيره، تلاحظ متبتلة محجبة غير هذا أمام الآخرين، تشوفها عبارة عن شيء برا، وبالبيت شيء آخر. وتربي لك أطفالك وتجيب لك أطفال وتريحك، يعني شو الأجمل بعد من هاي الدنيا. أكو ناس الآن بالحياة يجيب ويأكل ويأخذ ورشاوي ومشنو، على مود والله يقيم علاقة مع واحدة سيئة في ملهى وفي عفوا في مكان خارج العراق، وبالتالي يدفع كل فلوس هاي على هذه، على مود لحظات بسيطة تافهة وهي تتمثل عليها وغيرها، وهي يعني ليست له فقط يعني. وبالتالي تصور هو هذا إنسان سعيد يعني إطلاقا أبدا، من أجل ساعات لوحظات في الشهر في السنة، وهي أيضا متملقة، وهي إنسان ليست بنظافة زوجته ولا بجمال زوجته، جمال الروح وجمال القلب وجمال حتى الجسد يعني. وبينما المرأة الصالحة توفر لك كل هذا، فهي أكبر نعمة على الإنسان يعطيها. وبالتالي أنت عايش، الله يحقق لك الجنة على الأرض، وبالتالي تستطيع أن تشكر الله على ما أعطاك من هذه النعم، وتحوز على رضا الله، وبالتالي تحوز على الدنيا وتحوز على الآخرة. أحرص يعني إذا أنطاك الله سبحانه وتعالى. تلاحظ الآن ما شاء الله أكو مودة الزوجة الثانية، هو شوف إنسان بسيط الآن أخذ موقع ومدري شنو، شوية هذا وبعدين شوية رشوة ومشروع، صار عنده فلوس، صار عنده 5 شقاق وغيرها، تزوج له واحدة الأخ. يعني أوكي إذا كان أنت محتاج وزوجتك كذا ومشروع، بس مو تبحث عن البهرجة أو عن الشكل أو فقط وهذا. وبالتالي أنت ستضيع بين حالتين، وستكون بعيدا عن إرضاء الله سبحانه، فقط إرضاء الجسد. وإرضاء الجسد شيء، وإرضاء الله سبحانه الجسد ضروري طبعا، هاي مسؤوليتك، مسؤولية المرأة، ولكن أنت راح تبقى هيك يعني في بين قصرين بين بيتين. يعني لو الله سبحانه وتعالى حلل 4 ولكن بشروط، بشروط يعني، مو أنت والله قاعد ويا مرتك العاشتك الحلوة والمرة وكنت ببيت قطع كذا، قاعدين بغرفة قطع كذا، بغرفة صغيرة قاعدة وياك والحم مرافق واحدة والمدري إيش وشالتك وحفظتك وحمتك. هو أنت جيت قاعد بحزب، دخلت وصرت منصب معين وهذا، وصعدك فلوس وهذا، رأسا شرب راح الزوجة الثانية. القصد يعني هذا بحث عن الجسد، ليس بحث عن السعادة الحقيقية. يعني ممكن أن تتطور عائلتك وزوجتك وغيرها. لا تتكلم بهذا الموضوع حتى لا أكون وأكون واعظا اجتماعيا. القصد نحن نفهم يعني نتكلم من الحياة. ولهذا أقول اليوم بديتها بأن هنالك لحظات خاصة، هنالك لحظات عظيمة،
هذه اللحظات هي لحظات السحر، هذه اللحظات التي لا تعود ولا تعوض. أقضيها أقضيها، قلل اللغو الآن، بدل ما أنت قاعد الساعة 3 مثلا في المقهى، جميل افطرت رحت قعدت ويا أصدقائك في المقهى، رجع الساعة 12، استغلها في ساعتين إلى الله بقلب سليم مؤمن. هذه تعادل الدنيا بما فيها. والله انت تونست ورحت وبعدين قال لي يلا مش نروح ناكل باتشا وما شنو، هسه انت تصير عند اشوفها بعد 12 يلا مش نروح ناكل نفد اكله هذا، واجي اليوم السحر بالصدريه نسحر بكذا هذا وشو اليوم هذا، وصارت بال 4:30 يلا خلينا نصلي الفجر والسلام عليكم. زين وين وين استغلال الوقت؟ هذا استغلال الوقت وشنو؟ هي اكلت باتشا واكلت جيمر وما ادري ايش، يعني هي لذه، ما هي انت تاكلها يوميه، انت يوميه تقدر توفرها ببيتك برمضان وخارج رمضان. جيب قلابي جيمر وحطه ويوميه اكل جيمر، يعني ما بيها شيء استثنائي، ما بيها في جمال خارق، ما بيها شيء استغلال انه هاي اللحظات لا تعوض. يلا مش نروح ناكل جيمر بالصدري مثلا، شنو الموضوع يعني؟ هاي تقدر باي يوم تروح تسويها، يعني ليست بها ابداع. ولكن هاي اللحظات اخوان، هذه اللحظات الآن في هذه الليالي في رمضان، لا إذ ولت لا تعود أخوان، إذ ذهبت لن تعود. جلساتك مع أصدقائك حلو والله، واحد يتسامر مع أصدقائي، لكن ممكن تحققها بأي يوم خارج رمضان. لكن لو ذهبت هذه اللحظات، لا، لو ذهب هذا رمضان فعليك أن تنتظر رمضان القادم. وقلتها ألف مرة وأقولها مليون مرة، قد لا تلاقي رمضان القادم في عامك القادم. فهنالك أشياء كثيرة في الدنيا، حتى وإن كنت أصح الأصحاء. لا أريد أن أخذ دور الناصح، يعني ميدانكم الأول نفوسكم، إن استطعتم عليها كنتم على غيرها أكثر، قول الرسول قول الإمام علي عليه السلام. والإنسان الذي يريد أن ينصح الناس عليه أن يجعل من نفسه انموذجا. أنت سوي على عليك وروح سوي هاي الأشياء، خاطر من تحكيها الناس تقتدي بيك لأن أنت مسويها، مو والله أنت قايم بكل الأشياء الموبقات وتجدا والله استغلوا وصلوا. هو أنت إنسان غير مقنع، فكلامك هراء محض هراء. يعني لذلك الإنسان أن يخلي نفسه نموذج، لا تحكي ويا الناس قبل ما أنت تحقق هذا بذاتك. تتكلم عن الصلاة صلي بشكل يعني بشكل حقيقي، تتكلم عن الصوم صوم بشكل حقيقي، تتكلم عن الدعاء ادعو بشكل حقيقي، تتكلم عن أشياء كثيرة افعلها بذاتك ثم انطلق للحديث. ولهذا لا أريد أن أطيل في هذه القضية، ولو احنا في برنامج نتناول كل شيء، نتناول العلم، نتناول الإعجاز القرآني والإعجاز الرباني، وأيضا نأخذ شخصيات. اليوم سأأخذ لكم شخصية عظيمة من الصحابة الأجلاء النجباء، وهو أبو أيوب الأنصاري. تلك الشخصية الرائعة أبو أيوب الأنصاري، هذه الشخصية التي حاول الكتاب السنن وحاول المؤرخون أن يغطوا عليه. لماذا؟ لأن أبو أيوب الأنصاري من أصحاب علي بن أبي طالب، وذلك نحن هذا في برنامجنا أن نزيل التراب عن ذلك التاريخ الذي حاولت السياسة والأمويون والعباسيون أن يضعونها على بعض الشخصيات. شخصية أبو أيوب الأنصاري شخصية جليلة وشخصية عظيمة وصحابي جليل، بل هو من أوائل الصحابة. والعظيم في أبو أيوب الأنصاري أنه عاش كل الحياة، يعني كل حياة الرسول كنبي منذ البعثة، وعاش كل الخلافة الراشدة، وتجاوز حتى معاوية، يعني وذلك تجاوز العمر 95، يعني بعض يقول 94 بعض يقول 96، لكن هو 95 سنة يعني على الأقل يعني.
وبلغ من الكبر عتيه ابو ايوب الانصاري، قضاها كلها بالجهاد. لا توجد غزوه للرسول الا وكان ابو ايوب الانصاري فارسا فيها، ولم تكن معركه لعلي بن ابي طالب الا وكان ابو ايوب الانصاري مشاركا فيها، وبقى وفيا للامام علي ولابي الحسن حتى عندما اصبح معاويه متسلطا على رقاب المسلمين، فان ابو ايوب الانصاري لم يهادن والمسلم، رغم انه قاتل مع جيوش المسلمين حتى في زمن الامويين من اجل رفعه كلمه الاسلام، وعندما يقول انه معاويه ويزيد كان لا يقبل ولا يخضع ولا يطلب ولا ياخذ امرا من هؤلاء، وكان موقفه ثابتا وحتى وفاته. يعني أبو أيوب الأنصاري له قصة جميلة، من الجميل أن نذكرها في لحظات السحر، فيها دراما، فيها شيء جميل. أبو أيوب الأنصاري كان من المبايعين الرسول في بيعة العقبة الأولى، طبعا هنالك بيعتان، العقبة الأولى والثانية. أولى 14 شخص كان أبو أيوب الأنصاري من ضمنهم، وأيضا الثانية كان 70 شخص من يثرب كان أبو أيوب الأنصاري من ضمنهم. فأبو أيوب الأنصاري كان من أوائل المسلمين في المدينة. طبعا سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل عن أبي أيوب الأنصاري. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى، ونحن نكمل الحديث في هذه اللحظات، لحظات السحر، ونكمل حديث عن ذلك الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري قلنا هو كان في بيعة العقبة الأولى والعقبة الثانية، وطبعا هو كان من أوائل الذين آمنوا بالإسلام عندما كان في يثرب، عندما أرسل الرسول الصحابي الجليل مصعب بن عمير لكي ينشر الإسلام في يثرب، واستطاع أن يقنع ويؤمن 14 شخص من المدينة، وكان ضمنه أبو أيوب الأنصاري. وبعد ذلك كما قلنا جاءت الوجبة الثانية بالعقبة الثانية، كان 70 شخصا، وانتشر الإسلام في يثرب اللي هي بعد ذلك أصبحت المدينة، ولذلك أصبحت أرضا مهيئة لهجرة الرسول. الرسول أراد أن يبني قاعدة أخرى عندما شاهد بأن الأمويين وقريش عاكفون وعازمون على تدمير الإسلام وقتل المسلمين الأوائل، ولذلك حصرت الهجرة الأولى كانت إلى الحبشة، وهي الهجرة الأولى والهجرة الثانية، وتحدثنا عن ذلك في حلقات سابقة. وبعد ذلك حصلت هجرة الرسول الأعظم عليه الصلاة وعلى آله السلام والمسلمين إلى يثرب الذي سماها بالمدينة المنورة. طبعا من ذهب الرسول كانت المدينة مسلمة في أغلبيتها، وكان هناك الأوس والخزرج متقاتلين، والإسلام وحدهم. يعني ذلك عندما وصل الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وعلى آله السلام آخى بين المهاجرين والأنصار. طبعا هذا الفعل يعني احنا نذكره بالدراسات وكأنه ما عمل، يلا آخى بين المهاجرين والأنصار. أخوان هذا عمل يعد أذكى وأفطن وأعظم عمل قام به قائد على التاريخ، هذا الفعل البسيط. يعني لماذا؟ لأن المهاجرين من أهل المدينة من قبائل أخرى، والأنصار من قبائل أخرى، لو لا يحملون شيئا، القريش منعتهم أن يحملون سروالا، يعني مجرد بهدوم ما يطلعوا هرب، ما عندهم كل شيء، فكيف يبنون بيوتا؟ وأين يبنون بيوت؟ لو بنوه البيوت خارج المدينة سيكون حيا مسلما بعيدا عن يثرب، وبالتالي لن يستطيع أن يقيم دولة. الدولة ستكون في حيين، حي مهاجر وحي مناصرين، وبالتالي سيكون هناك مجتمعان. ولذلك هذا شيء تدمير، يعني لو حصل أنه هؤلاء الناس بنوا لهم بيوتا وعدهم إمكانيات، أو لهم ما عدهم إمكانيات، لو نفرض عدهم إمكانيات لكان دمارا للأمة الإسلامية. اثنين، لو عزل المهاجرين عند الأنصار
لتكون هنالك أخلاقان كما قلنا شعبين وغيرها من القضايا. ولهذا كان عليه على الرسول العظيم أن يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، فحصلت هذه المؤاخاة. تصوروا المؤاخاة في شيء بسيط، يعني واحد كان يقاتل الناس وما يعرفه ولا هذا، إجا واحد من مدينة أخرى لتعتبر دولة أخرى وقال له رسول هذا أخوك يدخل ببيتك، حرامه حرامك وحلاله حلالك، يعني ليست عملية سهلة. يدخل مع زوجته ومع عياله مع بناته مع خواته، رجل من ضمن البيت. هذه العملية في غاية العظمة يعني، ولهذا حصلت دولة الإسلام الأولى وعظمتها في المدينة استنادا على هذا الفعل وهذا القرار المحمدي الإلهي العظيم. ولذلك آخى بين المهاجرين والأنصار، بقى علي لوحده، فنظر إليه قال له يا رسول الله لم تؤاخني مع شخص. قاله ألا يرضيك يا علي أن تكون أخا لي؟ فأنت أخي في الدنيا وفي الآخرة. وذلك كلهم آخى بيناتهم إلا علي، قال أنت أخي، تعيش وياي، تعيش ويا عائلتي. هو أساسا كان عايش وياه، وكان عايش في بيت الرسول يعني، وبالتالي لم يجعل الإمام علي يبتعد عنها. ولذلك هذه القضية تخص أبو أيوب من الأنصاري. طبعا جاء أهل مكة أهل المدينة قال له شرفني في بيتي، يعني الرسول ما عنده كان يبني بيت ولا عنده بيت، وإذا بنوا له بيت الرادة فت شهر يا الله يكمل، فإذا وين يقضي هذا الشهر اللي راح يبنون بيه بيت؟ وين يقضي؟ بالعراء؟ حطوا له خيمة؟ لذلك كل واحد قال له بيت يا رسول الله أشرف بيتا في يثرب. الرسول يعرف، قال إذا دخلت بيت أحدهم سيكون بيتا مقدسا، سيصبح هذا البيت أشرف البيوت، وبالتالي سيكون بيتا للحكم وغيرها، وبالتالي تصبح من يحكم الإسلام هذا البيت يعني. وذلك الرسول قال لهم لا، بيتي ما تختاره هذه الناقة، خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة. فقالهم خليها، أين تبرك في أي أمام أي بيت سيكون بيتي. بتلاحظ عندما سارت العرب واحد يسوي لها بالقاع فتح حركة، يعرفها العرب، أعرف الناس بالإبل هم العرب، واحد يسوي لها فتح حركة على متبرك قدام بيته، واحد يسوي لها بصوت فتشي، واحد يجيب لها أكل، ولكنها كانت تسير فبركت أمام بيت أبي أيوب الأنصاري. قال لمن هذا البيت؟ وإذا بأحد الأشخاص يقول له إنه بيتي، بيتنا، بيتنا يا رسول الله. قال من أنت؟ قال أنا اسمه، كان اسمه طبعا هو خالد ابن كليب الخزرجي يعني، وبالتالي لم يكن اسمه أبو أيوب لكن كنيته أبو أيوب من الأنصار، لأنه كان من الأنصار وكان يكنى بأبي أيوب، كان خالد اسمه، كان يكنى أبو أيوب، فكان كنيته أبو أيوب الأنصاري، لأنه بعد ذلك هم يسمون أنصار. فقال من عندك في الدار؟ قال أمي. قبل أن نكمل طبعا هذا الموضوع، طبعا في فيلم الرسالة لم يكن دقيقا، وأنا تكلمت مع المرحوم مصطفى العقاد لأن كانت لنا جلسات طويلة، قلت له يا مصطفى، يا أستاذ مصطفى، الناقة تختار المسجد؟ لأنه في فيلم الرسالة قال عندما بركت قالوا هنا يبنى أول مسجد للمسلمين. قلت له الناقة هذه الحيوان التي تتبول في الطرقات وغيرها، هذه وين تبرك يصير المسجد الإسلامي؟ أين عقلك يا رجل؟ أين عقلك؟ الناقة كانت مأمورة تبرك أمام أي بيت، لأن صار خصام في يثرب، كل واحد يقول له بيتي، فحتى يحلها وحتى ما يغضب أحد وما يزعل أحد قال لهم خلوا سبيل الناقة إنها مأمورة خاطر، ما يزعل أحد من بيوتات هذا، تخلي تقول لي هنا يبنى مسجد أول مسجد، أي هنا؟
هنا بركة الناقة. بهاي الطريقة المتخلفة الناقة تمشي وهم وراها وكأنها شيء هذا، وبعدين يبنى المسجد هنالك. أليست هذا؟ سكت، حقيقة سكت، قال يعني هكذا قالوا البعض. قالت لمن هكذا حقيقة يعني، وكان عمل غير صحيح رغم أنه الفيلم عظيم للمرحوم مصطفى العقاد، لكن هذه مخجلة وغير صحيحة ولا يمكن أبدا أن تكون. الناقة تختار المسجد، الناقة اختارت البيت، ولكن ليش؟ ليش أبو أيوب، ليش الفيلم الرسالة المسؤولة؟ لأنه عرض على المسجد الإسلامي في مكة، وعرض على المسجد على الأزهر الشريف، وعرض على المجمع الإسلامي الشيعي في جنوب لبنان. ثلاثة أخذ موافقتهم يعني، اعترضوا طرفين، اعترضوا قالوا أنت تقول هذا أبو أيوب الأنصاري يجب أن لا يذكر. ليش قلت لكم بأن أكو تعتيم أي شيء بأبو أيوب الأنصاري، أي شيء من صحابة علي صمم بكمن، وتحدثنا عن هذا الموضوع لأن بأبو أيوب الأنصاري، وبالتالي شلون يا أبا هذا بيت أبو أيوب الأنصاري، شلون يصير يعني؟ لازم تتغير، تصوروا غيروا كل شيء وحطوا موضوع جدا قذر، هو أن الناقة تختار المسجد حتى لا يذكر أبو أيوب الأنصاري. تصوروا هاي بعد 1400 سنة، فما بالك بما فعله الأمويون والعباسيون أعداء أهل البيت وأعداء علي بن أبي طالب، والخوف من كل شيء يرتبط بعلي بن أبي طالب. حتى تعرفون التاريخ شقد اللعب به، شقد مشكلة المؤرخين الآن صعبة حتى نخرج هذه الأشياء. على أي حال، فإذا أبو أيوب، والدليل على ذلك عندما جاء أبو أيوب الأنصاري بعد سنوات بعد وفاة الرسول، جاء إلى البصرة، خرج إليه ابن عباس، قال له يا أبا أيوب هنالك دين في رقبتنا نحن بني هاشم، أنت آويت رسول الله في بيتك، فوالله لا تأخذ بيتا ولا تستأجر بيتا، بيتي أخرجت عيالي ونسائي وأفرخته لك، وستسكن في بيتي في البصرة. وذلك أبو أيوب الأنصاري الفقير المتقع سكن في بيت ابن عباس في البصرة عندما كان فترة ابن عباس في البصرة، وفاء قال أنت يعني وفاء لنا نحن بني هاشم، محمد ابن عمي، فأنت آويت ابن عمي، فنحن وفرغت بيتك لابن عمي، فإحنا بيتي هذا هو إلك. هاي حادثة تذكرها كل المصادر السنية يعني. يعني شنو بعد هنا الناقة يبنى أول مسجد؟ أول مسجد الناقة بركة. وحتى في الرسالة يقول كل واحد يقول له بيتي يا رسول الله بيتي، قال خلوا سبيل الناقة، وبعدين صارت شو مسجد، حتى لا يقولون بها أبو أيوب الأنصاري. حتى تلاحظون التدليس أخوان، احنا مو طائفية، نعرة الله على من يمزق الأمة، ولكن نحن مؤرخين أخوان، مؤرخين منصفين، مؤرخين ما عندنا عقد، مؤرخين مسلمين، مؤرخين نسير على خطى السنة ونهج الرسول ونهج أبي الحسن عليه السلام. وليش هو نهج أبي الحسن الشيعة والسنة يعني؟ يعني ليش هو الإمام علي مو أول سني في التاريخ؟ السنة أليس الشخص الذي سار على نهج الرسول بكلماته وما أرضاه وما خالفه الرسول؟ أكو شخص قام بهذا الشيء أكرم من علي بن أبي طالب؟ فعلي بن أبي طالب سني، هاي سنة الرسول، وأول سني هو علي بن أبي طالب، مو السنة هي سنة الرسول، هو علي سني، يعني ماشي على سنة الرسول من خلال علي بن أبي طالب، سني الرسول علي بن أبي طالب. هاي فإذا نحن نسير على السنة، احنا سنة خلاص، احنا ما أدري احكي وين صار، شو صار الشيعة. علي بن أبي طالب كان سنيا، كان يسير، وشنو سني؟ كان يسير، بس هسه السنة لا اختلفت، صارت مذاهب أخرى إن وجدت فيما بعد، لكن عندما كان علي، كان علي أول سني، ما هكذا يعني؟ ليش علي خالف سنة الرسول؟ علي أوجد شيء خارج إطار الرسول؟ ألم يسير على نهج الرسول في كل شيء؟ فهذا هو أول سنة، ليش ما نقتدي بعلي؟ مو السنة تقتدي اقتدوا بعلي، هاي الله هذا علي ابن أبي طالب أول سني، يلا. قبل أن توجد بالزمن العباسي المذاهب
الأربعة والغيرها، هذا أول سني هو علي بن أبي طالب، مو أول سني أبو حنيفة والحنابلة والمالكي، هاي المذاهب السنية الأربعة ذولا مو أول سنة، لا علي أول سنة. فنعوف الأول ونتمسك بالله. طبعا أنا أجل المذاهب الأربعة حاشا لله، يعني آسف إذا كنت، مذاهب الأربعة مذاهب عظيمة وإسلامية وجليلة ونجلها، وصاحب فكر أبو حنيفة وأبو أحمد بن حنبل والشافعي والمالكي، رجال قدموا الإسلام وأرضوا الله وأرضى الله عنهم. يعني أنا ما بدي أحكي عن هالقضية، بس بدي أحكي عن قضية أسيء فيها لأبي الحسن عليه السلام. يعني كل ما تذكر علي هاي شيعة، شنو شيعة؟ وين كانت القضية؟ تذكر علي إذا أنت شيعي، ليش هو منو السني الأول؟ ليش هو منو الأقرب لسنة الرسول؟ مو علي. يعني فهنالك أشياء اختلطت لهذا. فأبو أيوب الأنصاري لأنه كان من أعظم أنصار علي وكان من أشد أعداء معاوية، شلون يطلعوا؟ شلون يذكروه فيلم؟ شلون يقبل الأزهر؟ شلون تقبل مسجد الإسلامي بمكة؟ شلون؟ معقولة يعني؟ معكو صم بكم أي شيء بصحابة علي بن أبي طالب خلاص. القصد، فقال له أبو أيوب من في الدار؟ قال له أمي. فدق الباب وكان أبو أيوب قال يا أمه افتح الباب إنه رسول الله. هي كانت ضريرة فقامت متلعثمة، أراها أظنها كانت تتلعثم، وسارت على الجدران لكي تصل إلى الباب، أظنها فعلت ذلك، وأظنها كانت تومي بيديها هكذا لأن الضريرة فعلت كذا، وأظنها سقطت لأن العجلة والفرحة، أظنها سقطت وأظنها قامت متكئة على الجدران حتى وصلت إلى باب وهي تحاول أن أفتح هذه الخشبة الصغيرة في الباب، أظنها تلعثمت وحصل بعض الشيء ووقف القفل قليلا وعملتها مرة ثانية وثالثة، ففتحت الباب فقالت له من رسول الله؟ قال بها رحب بها الرسول، فقالت والله كنت أتمنى أن لي نظر لكي أرى نورك يا رسول الله. فوضع الرسول من رضابه على عينيها فعاد إليها نظرها. هذه ليست خرافات ولا شيء، المصادر التاريخية تقول، السنية والشيعية تقول عاد إليها نظرها. سأكون الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى، ونحن في هذه اللحظات العظيمة، لحظات السحر التي يجب أن نكون أقرب الناس فيها إلى أنفسنا توحدا مع الله سبحانه وتعالى، ونبتعد عن كل شيء، فهذه اللحظات لن تعود مرة أخرى، فلنستغلها أحسن استغلال. أكمل الحديث عن حياة ذلك الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري الذي شارك بكل معارك الرسول، وعندما توفي الرسول كان من أقرب، طبعا هو شارك بكل الفتوحات الإسلامية اللي حصلت في زمن أبي بكر وعمر وعثمان، ولكنه كان من أقرب الناس إلى علي بن أبي طالب. ولهذا عندما استلم الإمام علي الخلافة كان أقرب الناس إليه وجاء إلى الكوفة وشارك بكل غزوات الإمام علي. ولهذا عندما شق عصا الطاعة معاوية أراد أن، معاوية كان لديه مشكلة أنه أولا هو مارق خارج عن الدين وعن الحق وعن الشرعية، كان مستاء جدا بوجود الصحابة إلى جانب علي الإمام علي عليه السلام، من ضمنهم طبعا عمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية، وأبو أيوب بن الأنصاري الذي كان مقربا جدا لرسول الله ومن جليل الصحابة. ولهذا حاول معاوية بكل الطرق أن يستميل أبو أيوب بالمال بغيرها، لم يقبل أبو أيوب، بعث له كثير من الأشياء لم تنفع مع أبو أيوب الأنصاري، ثم أرسل له تهديدا بورقة قال له يا أبا أيوب لن تنسى الشيباء أبا بكرتها ولا قاتل
بكرتها لن تنسى الشيباء أبا عذرتها عفوا ولا قاتل بكرتها. فحس أن هذا تهديد فذهب إلى الإمام علي قال له جاءتني رسالة من معاوية ولكنني لا أعرف كنتها كثيرا. فقال له يا أبا أيوب الشيباء هي المرأة في ليلة فض بكارتها عفوا، يعني العروس في ليلة زفافها تسمى شيباء، المرأة التي ليلة دخلتها تسمى شيباء، هذه الشيباء. فقال إن الشيباء لا يعني أبدا لا تنسى يعني أبا بكرتها، يعني الذي الزوج الأول أو اللي فض هذه العملية لا تنساه الشيباء في ليلة بكرتها، إذا كانت متزوجة غير متزوجة اعتداء أو شيء فتسمى شيباء، فهذه المرأة لا تنسى من فعل ذلك، ولا قاتل بكرتها يعني قاتل ابنها الكبير. فمعناه لن أتركك يا أبا أيوب بن الأنصاري، سأقتلك أقتلك. وبالتالي كان هو اتهام أنه أنت قتلت عثمان وغيرها. فرد عليه وقال له بماذا أرد عليه؟ قال له يا أبا أيوب الرسالة لك وأنت أحق بالرد عليها. فرد عليه ببيت أشعار جميلة ما معناه يعني الذي قتل عثمان أنت وجيشك الذين جعلتم التحريض، يعني وما لنا الأنصار، ما للأنصار ومقتل عثمان، يعني ماكو أي واحد شارك بالثورة اللي صارت على عثمان، ما للأنصار ومقتل عثمان، أنتم الذين قتلتوه، جيوشكم التي كانت تحرض، وبالتالي تركتم القضية أن يواجه عثمان الثوار لوحده، وبالتالي أنتم كنتم سببا في مقتله، فما للأنصار ومقتل عثمان، يعني لا تهددني ولا شيء. ولهذا عندما حصلت معركة صفين معاوية كما فعلت أمه هند بأنه أعطت لواحد اسمه وحشي قالت له روح أنت مهمتك تقتل لحمزة، معاوية كان أرسل فرسان وأرسل رماة قال لهم مهمتكم قتل أبا أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري تجاوز 90 وكان يحمل السيف يعني، ولذلك كان يقاتل بكل شراسة، واستطاع أن يقوم بدوره. وحتى عندما استشهد الإمام علي عليه السلام وجاء الإمام الحسن كان إلى جانبه، ولكن بعد أن حصلت معاهدة الحسن معاوية وكان من شروطها أن ينضم جيش الإمام الحسن إلى جيش المسلمين بدون تمييز وبدون تحيز وبدون أي شيء، رغم من ذلك أن معاوية أراد أن يستغل هذه القضية، فعرف بأن جيش الإمام الحسن هو الجيش الأكبر جيش الإمام علي، فقال هؤلاء لو يبقون في الداخل سيقيمون الانقلابات ولن أرتاح. لذلك ماذا فعل؟ قال لهم لماذا قاتلتموني مع علي؟ قالوا قاتلنا من أجل الحق ومن أجل الإسلام. قال إذن ماشي أعطيكم الأموال والسيوف واذهبوا انشروا الإسلام خارج هذه المناطق. فذلك الجيش الإسلامي ذهب للفتوحات كلها لمصلحة معاوية، أولا راح تجيب الفي والأموال لمعاوية يبعد شرهم، لأنه لو يبقون داخل دمشق وداخل الكوفة يقومون بثورة عليه ولا ينسون ما فعله، وأيضا المجد لمن؟ المجد لأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. طبعا هو لم يكن يسمى أمير المؤمنين وهذا خطأ، لأن أكثر شيء كان يكرهه معاوية هو كلمة أمير المؤمنين، هو كان يسمى معاوية يعني، ولهذا تسمعها بالمسلسلات أمير المؤمنين لا يوجد هكذا، هذول كتاب يأخذون ما أعرف منين يعني يكتبون بكيفهم يعني، لم يكن تطلق لا حتى لم تطلق كلمة أمير المؤمنين حتى على أبي بكر يعني رجل يعني، وحتى على عثمان لم تطلق يعني، هذه كلمة كانت لسيقة بعلي بن أبي طالب. سأحدث أنا سأحكي عن هذه القضية يعني، هي ذكرت لعمر في بعض الرسائل ولكن لم تكن كلمة شعبية يعني، الكلمة أصبحت شعبية في زمن علي بن أبي طالب، وهذا ليس تحيز، هذه حقيقة يعني تاريخية يعني، أتكلم كمؤرخ يعني بعيد عن السنة والشيعة وغيرها، واللي يقول يقوله يعني الآخرين ماكو ما كان أكو مصدر تاريخي أقول
في زمن عثمان، في زمن الصحابة، كان يقول بأنه ذكر أبو بكر يا أمير المؤمنين يا خليفة رسول الله. بعدين من جاء عمر كان يسمى الشيخ، لأن شافوا يا خليفة خليفة رسول الله صعبة. بالرسائل كانت تجي رسائل، كان من عظيم الروم، من كذا، من هذا، كان يرد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الرسائل. في الرسائل يعني أول ما استخدمه في الرسائل عمر، نعم، ولكن لم تصبح كلمة في الشارع يا أمير المؤمنين يا عمر، هذا تسمعه بالمسلسلات غير صحيح. عثمان لم يسمى أمير المؤمنين، علي من يوم الأول سمي بأمير المؤمنين، فأكثر شيء كان يكره معاوية هو كلمة أمير المؤمنين، فلم يكن يسمى بأمير المؤمنين. نعم، لهذا أبو أيوب الأنصاري رغم أنه شيخ قاتل في جيوش الأمويين لمقاتلة لفتح القسطنطينية، قال والله أريد أن أرفع راية الإسلام لأنني سمعت حبيبي رسول الله قال أن هنالك واحد من أصحابي وكان ينظر إلي قال أنه سيدفن على عتاب أسوار القسطنطينية فأريد أن أكون ذلك، فشارك بالحب. فقال له يا أبو أيوب أنت قاتلت ويهم، قاتلت ويا محمد رسول، قاتلت ويا علي، قاتلت ويا الحسن ضد الخوارج، وقاتلت ضد معاوية، والآن تقاتل مع معاوية؟ قال لا، أنا قاتلت مع رسول الله لإعلاء كلمة رسول الله، وقاتلت مع علي لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى والحق، وقاتلت مع الحسن لأن الحق الإلهي كان مع الحسن، والآن لا أقاتل مع معاوية، أقاتل من أجل الإسلام، يعني أنا سيفي من أجل الإسلام. ولهذا أبو أيوب الأنصاري شارك بشكل كبير، وكان عمره 95 سنة، ولذلك وصلوا قريب أسوار القسطنطينية، فجاءته المنية. هو طبعا ضغطوا عليه أن لا يشارك بالحرب، قال لا والله لا أموتن بالحرب، شاركت بكل غزوات الرسول وعلي بن أبي طالب والحسن، لما لا أشارك في فتح القسطنطينية؟ ولكنه جاءته المنية قبل أن تفتح القسطنطينية، فقال لهم خذوني إلى أبعد منطقة قريبة من أسوار القسطنطينية. قالوا له لما؟ قال لأن سمعت رسول الله قال من أصحابي سيدفن على أعتاب أسوار القسطنطينية، وها أنا أحس بأنني المقصود بهذا الشيء. وأيضا حتى عندما تأتي خيول المسلمين وسنابك الخيل بعد سنة سنتين ألف سنة ستمر على قبري، سأحس بأن ما جئت من أجله قد تحقق عندما تذهب إلى القسطنطينية. يعني فدفن هنالك أبو أيوب الأنصاري، وأراد الروم أن ينبشوا القبر، ولكن طبعا المسلمين هددوهم قالوا تنبشون قبر أبو أيوب راح ننبش كل قبور القديسين في فلسطين، فلذلك امتنعوا القبر. يعني الجيش تراجع، جيش الإسلام، يعني القبر النسى، لكن ظهرت عليه كرامات يعني بعد ذلك، فالناس قاموا يشوفون عليه كرامات في الشيء هذا. المسيحيين، يعني المنطقة كانت مسيحية، تركيا كانت تابعة للروم، مسيحيين، فبدأوا يقدسون هذا المكان واعتبروه، قالوا إنه إذا لازم قديس هنا. ما هذا فظل لسنوات طويلة لحوالي 1000 سنة قبر أبو أيوب الأنصاري يبنى عليه كنيسة عظيمة ويسمى قديس، أطلقوا عليه قديس معين من عندهم، لا يعرفون أنه قبر أبو أيوب الأنصاري. حتى الصليبيين الذين كانوا يأتون لمقاتلة المسلمين كانوا يأتون ويأخذون السيف من هذا القبر القديس المسيحي، كان يصور. ولكن قبل فترة يعني أقل من سنوات، يعني قرون قريبة، أثناء البناء والتوسع في هذا الماء وجدوا صخرة مكتوب عليها أن هذا قبر الصحابي أبو أيوب الأنصاري موضوعة على الجسد، فعرفوا بأن هذا قبر أبو أيوب الأنصاري وليس قبر المسيحيين، لأنه المسيحية انتهت عندما جاء العثمانيين وأصبحت كل مناطق مسلمة، فأرادوا هدمت حتى الكنائس انهدمت يعني، وبالتالي أرادوا أن يزيلوا زالوا الكنيسة، وإذا بهم يجدون هذه الصخرة، وبالتالي بني عليها بنيان عظيم الآن موجود، قبر أبو أيوب الأنصاري في تركيا.
وهو مزار عظيم جدا، وهو تقريبا أقدس مكان في تركيا، لأنه قبر أحد الصحابة. لم يدفن في تركيا واحد من أهل البيت الأطهار، وكان أعظم صحابي دفن في تركيا كان هو أبو أيوب الأنصاري، وذلك هذا المكان الآن هو مزار عظيم. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يكرم، ولذلك تلاحظون في هذه الأيام الزيارات كثيرة جدا على قبر أبو أيوب الأنصاري، وفي الجامع المسجد المبني هنالك يأتونه الناس ويقضون هذه الليالي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعون من خلال هذا القبر. وأظنهم الآن يفعلون، يعني لساني حالي يقول إنهم يفعلون ذلك، يعني في كل رمضان هم يبقون حتى الصباح مناجات لله للمغفرة وطلب الرزق. ولذلك هذا القبر أصبح من الأماكن التي المقدسة والعظيمة في تركيا، رضوان الله على أيوب الأنصاري. هذه الشخصية الجليلة التي لم تمتنع أبدا عن مقاتلة الباطل، حتى أن معاوية كما قلنا أرسل له بعض القتلة، قالهم اذهبوا إلى الكوفة فأعطيكم الجائزة لو قتلتم أبو أيوب بن الأنصاري. الإمام علي كان يعرف هذا القصد، قال له يا أبا أيوب فإن معاوية يريد قتل كل الصحابة الموجودين معي فاحذر. فأبو أيوب كان حذر رغم أنه كان رجل طاعن في السن، حاول بطرق كثيرة أن يقتل أبو أيوب الأنصاري عندما كان في حياته في الكوفة، عندما كان معاوية يحمل سيفه باطلا على الإمام علي عليه السلام. ولهذا ماذا فعل أبو معاوية؟ سخر كل الشعراء ضد الأنصار، لأن الأنصار كانوا كلهم مع علي، الأنصار والمهاجرين، الصحابة جيش الإمام علي كان فيه صحابة كثيرين. يعني معاوية كان معه فقط المنافقين، تعرفون المغيرة وعمر بن العاص وغيره، ولكن الصحابة الأجلاء العظماء كانوا مع جيش علي، وهذه كانت شيء محرج جدا لجيش معاوية. ولهذا ماذا فعل؟ حاول معاوية أن يسيء إلى الأنصار، فبدأوا يختلقون قصصا عن الأنصار، لأنهم جيش علي كله أنصار، وجلب الشعراء كل شعراء الشام، فقالهم سيئوا للأنصار، حتى منهم مسيحيين. المسيحي الوحيد السيء الذي أصبح مع معاوية هو اسمه الأخطل، هذا شاعر نصراني شامي. معاوية أراد أن يقول لأهل الشام إن هذه حربكم، والعراقيون اعتبروها حربهم. وذلك أثناء الحرب بين الإمام علي ومعاوية، وخسئ التاريخ عندما يقول علي ومعاوية، الإمام علي يقول هزلت عندما قيل معاوية وعلي، يعني منو علي ومنو معاوية؟ منو هذا؟ منو هذا الصعلوك؟ والله يعني عيب أقول معاوية، والله عيب، هذا الصعلوك، هذا الصعلوك مع علي بن أين الثرى من الثريا؟ ولكن نقولها تقيدا بالتاريخ. فمعاوية أراد أن يجعلها حربا شامية، لذلك تسمعون كلمة عامي شامي، معناها جيش الشام وجيش العراق، عامي عراقي يعني. ولذلك هذا الأخطل أساء كثيرا للصحابة، ومعاوية جذر في نفوس أهل الشام بأن هذه حربكم ضد أهل العراق، وذلك كان حقدا شاميا كبيرا على العراق. طبعا هذا التنافس الشامي والعراقي مو جديد، يعني من أيام البابليين وغيره والآشوريين، هذا شيء اسمه شام وعراق، حتى قبل معاوية، حتى بعد معاوية، عندما جاء العباسيين والأمويين وضعوا مثلا ولاة من الشام، العراقيين كانوا يثورون، ما لهذا ما للشوامة يولون علينا؟ شنو احنا العراقيين تولون علينا شوام؟
هاي حصلت في زمن الامويين وزمن العباسيين. يعني شنو العراقيين ما بهم هذا؟ انتم ما للشوامه يتامرون علينا احنا العراقيين؟ حتى ان مالك بن اشتر كان عندما يقول قال هذا سيفي انا العراقي. يعني لذلك كانت الحرب معاويه راد يسويها شاميه عراقيه والعراقيون كانوا مع علي، فكانت حرب شاميه عراقيه. لذلك اقول لكم شكرا جزيلا والى اللقاء، وفطورا وسحورا طيبا مع رق تحياتي.